جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جزارة أبو عريش رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل راعي ألف، يقول عندنا رجل غني ولديه أموال كثيرة ويعطينا من أمواله بعض الأطعمة والأشربة، لكن بعض الناس يقولون إنه يتعاطى الربا، فما حكم ما نأخذ من هذا الرجل؟ هل هو حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا. الأصل الحل والإباحة، الحمد لله، إلا إذا علمتم أن هذا المال الذي أعطاكم من الحرام ربا أو غيره فإنكم لا تقبلونه ولا يحل لكم. أما إذا لم تعلموا وهو عنده أموال غير الربا وغير الحرام فإنه لا حرج عليكم، لأن الأصل الحل، الحمد لله. نعم.